بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طفيل بن عمر الدوسي، من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل كان سيدا من سادات قومه، إنه زعيم قبيلة دوس. قبيلة دوس كان هذا الرجل سيدها وزعيمها وقائدها والمؤتمن على أسرارها، بل إنهم كانوا لا يبثون في أمر من أمور الحرب أو السلم إلا رجعوا إليه. طفيل بن عمر الدوسي كان زعيما من زعمائهم، وحكيما من حكمائهم، وأميرا من أمرائهم، وسيدا من ساداتهم. طفيل بن عمر الدوسي دخل مكة في موسم الحج، وذلك بعدما انتشرت أخبار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دخل طفيل بن عمر الدوسي مكة وقد جاء حاجا على رأس وفد قومه. حينما دخلوا إلى مكة بدأ يسمع الأخبار أو يتسمع الأخبار عن رجل جاء بدين جديد، رجل اسمه محمد. سمع أخبار هذا الرجل، أخبار لا تسر ناشريها، لا تسر قريشا، لا تسر أهل مكة، أخبارا يفرقون فيها أو ينشرونها ويفرقونها بين الناس ويطلقون فيها الإشاعات، إشاعات كاذبة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هو محمد؟ محمد الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا لينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. محمد الذي جاء بالهداية، جاء بالرحمة، جاء ليري الناس طريق الجنة. لكن هؤلاء يبثون حوله الأكاذيب. احذروا أن تجلسوا مع محمد، احذروا أن تخالطوا، احذروا أن تسمعوا إلى حديثه، فإنه حديث يسحر القلوب، يسحر الأسماع، ولا يأمن من يسمعه. هكذا كانوا يخوفون كل من دخل مكة من أهل القبائل. ولعل طفيل بن عمرو الدوسي تأثر بكلامهم، تأثر بإشاعات المشركين، تأثر بما يقولونه عن محمد وأصحابه. فماذا فعل هذا الرجل؟ أغلق أذنيه بالقطن، قال: فما زالوا بي حتى أغلقت أذناي بالقرصف، خشية أن أسمع شيئا من كلام محمد. أي أن المشركين لا زالوا يخوفونه: إياك أن تسمع لمحمد، عندك تسمع لمحمد، عندك تقرب لجهته، إياك أن تقترب منه، إياك أن تسمع كلامه، إياك أن تمر بجانبه، إنه خطير يسحر القلوب والألباب. وجاء بدين يفرق بين الأب وأمه، يفرق بين الأب وولده، ويفرق بين الزوج وزوجته، ويفرق بين الحبيب وحبيبه، ويشتت أمر القبائل. إياك يا طفيل أن تسمع إليه. قال طفيل: فما زالوا بي حتى حشوت أذناي بالقرصف، أي القطن. وبينما كنت أطوف بالبيت أبى الله إلا أن يسمعني من قوله، أي أبى الله تعالى، الله تعالى أراد له الهداية، شاء الله لطفيل أن يدخل الإسلام. وبينما كان يطوف إذا به يمر بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمر بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ويسمعه الله شيئا من القرآن. دخل القرآن إلى أعماق قلبه، أثر القرآن في نفسه، فبدأ يتسمع وقال في نفسه: أنا أعقل قبيلتي، أنا سيد القبيلة، أنا زعيم القبيلة، أنا رئيسها، وأنا شاعر قومي، وأنا أعقل من أن
أترك هذا القطن، هذا الكرسف في أذني، في أذني. قال فنزعت الكرسف من أذني وجلست إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن قرر أن يسمع، قال ربما هذا الرجل مظلوم، ربما هذا الرجل كذبوا عليه، ربما هذا الرجل بثوا حوله الأكاذيب، إذن فالحل أن أسمع إليه وربما يكون على حق. قال فسمعت منه كلاما حسنا، أقرأ علي القرآن وعرض علي الإسلام، فوجدت أمرا حسنا. قال فأسلمت لساعتي، أي في جلسة واحدة أعلن إسلامه، في جلسة واحدة أعلن إسلامه. إذن كيف أسلم طفيل وماذا بعد هذا الإسلام؟ هذا موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.